التصدق بنية كذا شخص يعني قليل الأجر لم يكن لهم كلهم نفس الأجر. يعني أنت تصدقت بمئة جنيه عن أمك وأختك وأخيك وأبيك، المئة جنيه تقسم عليهم جميعا، لكن لست بمن لست كمن تصدق مئة جنيه عن أمه ومئة جنيه عن أبيه ومئة جنيه عن أخيه ومئة جنيه عن أخته.